يو يو يو، السلام عليكم خاوتي اخواتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الف مليون مليار نعمه كما العاده معكم سيدي فازيون، فيديو جديده وين راني؟ اوف، شكون يعرف هذه؟ هذه ولايه سيدي بلعباس خاوتي. راني مع واحد الاخ تاعي زهير. راه معنا الاخ ضيف لينا هنا، شرف لينا يكون ضيف في الولايه تاعنا سيدي بلعباس، وان شاء الله نرحبوا به احسن ترحيب وندوروا به في بلعباس ونعرفوه الاماكن المشهوره في سيدي بلعباس من المتاحف والى اخره. الله يبارك. الاخ تاعنا راح يدور بينا هنا في سيدي بلعباس، راح نقعد في سيدي بلعباس حوالي 5 سوايع ان شاء الله. راح نزوروا فيها المدينه القديمه، المدينه هاد لافنيو الجران افنيو، راح ان شاء الله نزوروا واحد زوج متاحف. واذا كان عندنا الوقت الاخ زهير حاب يدينا لواحد اللاك، كيش واش مو هذاك واش قلت لي؟ سيدي محمد بن علي. سيدي محمد بن علي اللاك هذا يسموه سيدي محمد بن علي، ما نعرفوش انايا. ان شاء الله اذا كان ممكن نروحوا نزوروه، واذا ما كانش ممكن المهم انتم ما تنساوش تبعونا باللايك بالكومنتار، نتوكلوا على الله. خلينا نبداو، مزيد من الاشتراكات، مزيد من الاشتراكات. يلا يو، السلام عليكم خوتي، واش راكم؟ بواه، الساعة راهي 6:45، 7:15، الشتا وهران رمضان كاع راهم راقدين، وان شاء الله احنا نبداو ليفازيون. بواه، كواجين نتوما قولوا لنا اذا راكم راقدين واذا ماكوش راقدين. المهم ان شاء الله كنت حايب نطلع سانتا كروز، بصح على حسب الوذر على حسب الجو اليوم راح نغير البروغرام. خلينا نوري لكم ونروحوا. يلا بسم الله توكلنا عليك يا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هايك وصلت محطه القطار هنا يا 7:10 كما راكم تشوفوه. راح نسقسي عيد، راح نسقسي القطار اللي هي راح لتلمسه ان شاء الله، واذا لقيناه يلا. راني لحقت للترام بصح مانيش رايح لتلمسه. لا دوك تشوفوا دوك تشوفوا راني رايح. حاوليك هنا دخلنا لداخل القطار هذا تاع كيما تاع زمان، هذوك اللي كنا نروحوا فيهم. هاي ليك المحطة من برا كيما راكو تشوفو في سيدي بلعباس. هاوليك خاوتي، رانا هنا في الرومبوان تاع كازورو، هذا هو الرومبوان الكبير كاع اللي هنايا في سيدي بلعباس، هذا هو يا دوك ان شاء الله نزيدو نروحو. واسمو الرومبوان الكبير الاخر هذاك اللي قلت عليه؟ الرومبوان تيفيشي، نروحو الرومبوان تيفيشي ان شاء الله، نجوزو غير هاد لافنيو نصورها لكم ثاني. هاوليك خاوتي، حنا نكملو ديريكت. شوفو كيما راكم تشوفو، شوفو الحركة اللي هنايا، شوفو شحال كاين سيارات، معمرة مليانة سيارات، هادو كاع رايحين لوسط المدينة. حنا نكملو ديريكت ونجيبوها في وسط المدينة. يلا هاولي خاوتي، كيما راكم تشوفوا احنا جينا من هنا يسموه النهج العربي تبسي. شوفوا الله يبارك، ما تقولوش كاع بلي رانا في بلعباس. شوفوا الله يبارك، هذا اوبا الله يبارك. هاي ليك رانا في شارع الامير عبد القادر، دوك نزيد نوصل شويه لقدام، شارع جديد، نهج جديد، البلاد جديده كيما راكم تشوفوا. شوفوا نحب بزاف انا لافنيو هادو اللي فيهم المخلة هكذايا كيما تاع وهران، هادي شابة بزاف. خلينا نقدمو شوية قدام.
هذه قاعه سينما. سبحان الله يتحرق فيها. هاي ليك هذه هي المحكمة كما راكم تشوفوا لهنا يا اوبا. الاعلام الوطنية هنا ما يخصوش كاع راهم كاين الله يبارك. شوف شوفوا هذه التحفه المعماريه خوتيه، دوك نصورها لكم من جهه واحده اخرى. هذه البلديه، بلديه سيدي بلعباس. شوفوا شحال شابه، مبنيه في اواخر 1800. راكم تشوفوا هذه كانت عماره فرنسيه كما باينه. هاوليك مسجد ابو بكر الصديق كما راكم تشوفوا لهنايا. هذه كانت كنيسه حولها الى مسجد. الجرس تاعها راهو في واحد المتحف، ومن بعد ان شاء الله نسي نصوره لكم اذا قدرت. او الترامواي هنايا، الترامواي غير كاع المدينه، ولا شغل المدينه شابه، وزاد عطاها شغل طبعه، عطاها شغل الملح كما تقول، الملح ولا الملح في الماكله دائما في البلديه هاي ليك. هاي ليك خاوتي، جبتكم لهاد ليسباس فير. اقول تشوفوا المنطقه الخضراء هذه، شوفوا الله يبارك. هذه يسموها المقطع هنايا، المقطع. اوبا شوفوا الله يبارك هذه القصور، صور كما راكم تشوفوا فيهم هنايا. هادو متاع هادو رموهم جدد، راكم تشوفوا باينين بلي رموهم هم. لو كان يرموها كاع سيدي بلعباس هكذا فيها بزاف اثار كما هادو. ما شفتوا الله، شفتوا هاد العشرة ولا 15 شاطو كما هادو في الطريقه في الشارع الرئيسي هذاك، برك كاين بزاف. انا واش راح ندير، راح نوصل لهاد الفروج كيفاش يسموها هذاك الفواره هذه، نفوتها من تما نروح نروح المتحف المجاهد ان شاء الله. هاي ليك افطار مجاني للصائمين، رمضان كريم لكاع الناس، ما يخصكم والو هنا في الجزائر كيما يقولوا الجزائريين، الريح ما يقيسكمش. هاي ليك شوفوا وين وصلنا اخيرا، المتحف المجاهد كما راكم تشوفوا لهنا تاع سيدي بلعباس. بالعلم والمعرفه نصون الامانه كما راكم تشوفون. دخلوا للداخل يلا خاوتي، كيما راكم تشوفوا رانا في المتحف، ما راحش نوريه لكم كاع كيما راهو، بصح راح ندير لكم غير هكذا واحد 30 ثانيه نوريكم برك الصور هكذا وخلاص، باش تشوفوه كيفاش عمل من الداخل لا اكثر، يعني باش تتخيلوه وباش تعرفوا، يكون عندكم معرفه كيفاش عمل هذا المتحف. ما راحش نشرح لكم كل الامور، كما يقولوا نظرة خفيفة برك وخلاص. يلا نخرج من هنا خوتي. هاي ليك خاوتي، انا وصلنا لهاد البحيره سيدي محمد بن علي يسموها. شوفوا خساره ما كانش الشمس بزاف،
بصراحه نصوروها لكم شويه، نصور لكم واحد اللقطات من لهنايا. كاين البط، كاين الوز، كاين كلش. الله يبارك مليح. واحد لهنا كي تكون الشميسه يجي واحد يعوم لها ديريكت لهنايا مع التراب هذه. ما باش اذا التراب هذه يديروها كيما تاع البحر الميت هذيك، يديروها في وجههم ولا ما على باليش. بصح ما شكيتش. هذا هو الهدوء التام. ليه واحد هنا يجي مع العائله تاعو كيما راكم تشوفوا، يريح هنا في الويكند في اخر الاسبوع. راكم تشوفوا نعمه ربي، الله نعمه ربي. اشتغل احنا فيها واحد النص ساعه اخوتي، رقدت فيها، رقدت لاشياست انا هنا في سيدي بلعباس كما راكم تشوفوا. ارميت روحي غير في هذه البحيره تاع سيدي محمد بن علي. دوكا جا وقتنا باش نروحوا لها من هنايا ونجبوها في السونترفيل في وسط المدينه. نزيد نصور لكم شويه ونعاود نولي الوهران. يلا شوفوا الوز، هاو الوز. اوبا ما حكمتهمش نهار راهو رمادي. يلا هاوتي راني في جامعة بلعباس. انا شريت التذكرة باش شوفوا. اوبا 30 دينار، 10 دينار ارخص من العاصمة. دوك نركبو ان شاء الله نجيبوها في وسط المدينة. كما راكم تشوفوا خاوتي حتى لهنا وصلت للفيديو تاع اليوم. ما تنساوش تبعونا لايك وكومنتار، تهلاو في راسكم. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الفيديو تاع اليوم. شرفتنا زيارة عائلة سيدي بلعباس، إن شاء الله تكون لاقت بك وتكون عجبتك المناظر اللي شفتها بعينك، وإن شاء الله تكون لاقت بالمشاهدين الأعزاء، ومزيد من الاشتراكات واللايكات والكومنتات. ربي يحفظك، بارك الله فيكم كاع الناس بلعباس، بارك الله فيكم كاع اللي راكم تدعموا فيا كاع كيما راكم من المغرب حتى للمشرق. كيما نقول لكم دائما صحة رمضانكم، صحة فطوركم، نشوفوكم في المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله، سلام.